مدده إليك. الله يستجيب إليك ما يشاء ويهدي إليك من يريد. ونتبرأ إلى من بعد ما جاءك العلم بين بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. فإن الذين أورثوا الكتاب من بعد شرك من قريبة فلذلك فانت واستقم كما أمرت ولن تتبع أهواءهم. قل آمنت بما أنزل من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمال. لا حجة بيننا وبينكم. الله يسمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الأرض من بعد ما استجيب له حجة داخلة عند ربهم عندما تكون شديدا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مسلمون منها ويعلمون أن الحق. ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه وما له في الآخرة من نجيب. أن لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن إلا ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشركين مما كسبوا وهو واقع بهم. الذين آمنوا سيأتيهم الله من الجنات لهم ما يشاءون إن لم تلقوا الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر وجد الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسأل إلا بالمودة في القربى ومن يقدر فحسنة نزل به حسنة إنه غفور شكور. أن يقولوا نفتر على ويكذب فإن شاء الله يكذب على قلبي ويمحى الله الباطل ويحب الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل توبة عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله رزقا لإباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده قدير بشير. وهو الذي نزل البأس من بعد ما قنط وينصر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آيات خلق السماوات والأرض وما تحت فيما من كافة وهو على جبل إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فمن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الكفايات لا ترى وكذا على ظهره.